اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين مع حضراتكم اخبار ابطالنا ولكن داخل القلعه الحمراء. هنروح لكره الماء. الحقيقه كره الماء في اخر 3 سنين داخل النادي الاهلي شافت طفره كبيره جدا. كان النادي الاهلي ابتعد عن المنافسه، وكان نادي الجزيره ونادي هليوبوليس بيتبادل المنافسه بينهما، والنادي الاهلي كان بعيد لفتره، ولكن من 3 سنين اشتغل النادي الاهلي على نفسه، دخل في دائرة المنافسة بقوة. يمكن المدير الفني الكابتن أو المدير الفني الصربي ديان عاد بالفريق لتدريب مرة أخرى. زي ما احنا عارفين أن الصرب هم أفضل من يلعب هذه اللعبة، والحقيقة كان النادي الأهلي استعان بخبرات الصرب عشان يطلع بالمستوى الفني للفريق. الخواجة أول ما رجع كان ملتزم جدا بإجراءات الاحترازية، لدرجة أنه خلى كل لاعب يتمرن في حارة لوحده قبل الرجوع للتدريب بالكورة مرة تانية. كل التوفيق ليهم، عندهم فترة كافية للاستعداد. بطولة الدوري هتكون في أول شهر أكتوبر، في فترة كافية جدا يرجعوا لمستواهم. كل التوفيق لكرة الماء. بكده يكون انتهت أخبارنا عن الألعاب الجماعية. معانا هتبتدي معانا أخبار الألعاب الفردية. الحقيقة هنبتديها بألعاب القوة في النادي الأهلي، ألعاب القوة بقيادة الكابتن ياسر داوود. الحقيقة بتضم أبطال كتير جدا، والنادي الأهلي بيقوم بدور كبير جدا في إعداد هذه الأبطال، مش بس للبطولات المحلية ولكن أيضا للبطولات العالمية. خلينا أقول لحضراتكم إن هما بيتمرنوا في المركز الأولمبي بالمعادي، بيتمرنوا تقريبا كل يوم، في بعض الألعاب بتتمرن على فترتين. عندنا لعيبة مؤهلة إن شاء الله ومتوقع تأهلها لأولمبيات بكين أو أولمبيات سوري آسف طوكيو العام المقبل. طبعا انت عارفين اولمبياد اتاجلت، وبعض بطولات التاهل الافريقيه تم تاجيلها في العاب القوى، ولكن لاعبتنا بتستعد. عندنا مين ممكن يطلع الاولمبياد؟ عندنا محمد مجدي حمزه، عندنا ايهاب عبد الرحمن، عندنا حسن عبد الجواد، عندنا مصطفى الجمل، عندنا شهاب عبد العزيز. كل دول لاعبين متوقع وصولهم ان شاء الله لطوكيو 2021 وايضا تحقيق ميداليه في الاولمبياد. خلينا اروح مع حضراتكم تقرير صورناه مع الأبطالنا ألعاب القوى في المركز الأولمبي في المعادي، وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله ان احنا كنا واقفين بقالنا فتره كبيره جدا، من شهر 3 احنا كنا في معسكر في جنوب افريقيا، وكنا خلاص قربنا جدا على التاهيل. كان هنبدا اول ماتش تاهيل يوم 24، رجعنا يوم 19 غصب عننا طبعا بسبب الطيران. من ساعتها احنا واقفين. الحمد لله احنا رجعنا من اسبوع بدانا تدريب ومكملين ان شاء الله لحين يعني الاتحاد يحط خطه النشاط المحلي، لكن طبيعي الهدف الاكبر بالنسبه لنا ان شاء الله السنه الجايه هي اولمبياد طوكيو ان شاء الله. هنا النادي مع الكابتن ياسر داوود رئيس الجهاز قسم اللعيبه بشكل منظم جدا وبشكل احترافي جدا، بحيث ان يكون العدد ما يكونش زياده عن المسموح طبقا لاجراءات النادي واجراءات الدوله. الحمد لله العاب قوى يعني تعتبر لعبه فرديه غير تلامسيه. ودلوقتي احنا يعني في مواعيد التمرين احنا بقينا نتمرن في مواعيد مختلفه خالص، يعني كنا في الاول كنا في نفس الوقت تقريبا الحديد وكله، دلوقتي بقى كل واحد لوحده، واللي بيخلص بيعاقب مطرحه عشان اللي جاي مكانه. يعني لا احنا ان شاء الله يعني في النادي الاهلي بس ان شاء الله 5 أو 6 باذن الله، يعني احنا نقدر يعني كلنا قريبين. يعني انا موجود في الرانك في تاهيل رقمي، بس انا متاهل لحد دلوقتي بالرانك ان شاء الله. يعني احنا لعبه يعني مش بتعتمد على اللياقه بس، احنا لياقه وحديد وفتنس ورمي، فطبعا كل ده مش هينفع يتعمل في البيت كبديل للتدريب في البيت، بس الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نحافظ بس على اللياقه، بس هي دي النقطه يعني. وطبعا برضو بالنسبه للوزاره عملت لنا مسحه وقبل ما نبدا النشاط، وطبعا ده شيء كويس جدا ان شاء الله. يعني بالنسبه للالعاب القوه يعني ان شاء الله ما بين 8 ل 12 لعيب ان شاء الله يكونوا متاهلين باذن الله للاولمبياد. اكيد طبعا عوده النشاط الرياضي كان ليه دور كبير في عوده الحياه اساسا للقطاع الشباب، لان ده كان يعني حتى قطاع بطوله قطاع ممارسه كان الناس في حاجه ناقصاهم يعني. فاكيد طبعا عوده النشاط بتمثل 100% حياه جميع رياضي مصر، وخاصه طبعا فرق النادي الاهلي وفريق العاب القوى. احنا بالنسبه لينا هنا الاجراءات برضو مقننه، معنا جهاز طبي، معنا هنا في المركز الاولمبي بيبقى في كشف على جميع الدخول من البوابات، بالاضافه للمتابعه الرسميه من الجهاز الطبي لاي لاعب بيتظهر عليه بعض الاعراض او بيتم التعامل معاه وعزله اذا اقتضت الظروف. يعني في بالنسبه لفريق الاهلي ما لا يقل عن 4 لاعبين ان شاء الله عندهم فرص تاهل كبيره.
احنا كنا عاملين اعداد كويس جدا في الفتره اللي قبلها عشان الاولمبيات، وكنا سافرنا معسكرات، وكنا خلاص يعني كنا تقريبا شبه خلاص احنا استعدينا 100%. جت الفتره دي طبعا هدت كل حاجه، بس احنا حاولنا نحافظ على قد ما احنا نقدر على قد التمرين في البيت على قد كده، والحمد لله دلوقتي الرجوع بالنسبه للرياضيين اكن الحياه رجعت بالظبط بعد ما الرياضه رجعت. يعني احنا عندنا في النادي الاهلي عندنا لعيبه كتير كويسه جدا، مصطفى الجمل، حسن عبد الجواد، محمد مجدي، شاب عبد العزيز، الناس دي كلها في ابطال كتير جوه النادي الاهلي يقدروا يتاهلوا. اعتقد جوه النادي الاهلي يتاهل، اعتقد ممكن يتاهل مثلا 5 أو 7 تقريبا فرق بالقوه يعني، اعتقد يعني ان شاء الله. كل التوفيق لابطالنا ابطال العاب القوه الحقيقه في التمثيل المحلي كنادي اهلي والتمثيل العالمي والافريقي كتيشيرت منتخب مصر. كده تكون خلصت كل اخبارنا داخل القلعه الحمراء. خلينا نروح لبعض الاخبار المحليه. الحقيقه في خبر مهم استوقفنا، طبعا قرعه بطوله العالم للريشه الطائره اتعملت امبارح، والحقيقه مصر وقعت في المجموعه الاولى اللي بتضم اسبانيا واليونان واليابان وتايوان واليابان. الحقيقه البطوله هتتلعب في الدنمارك في الفتره من 3 ولحد 10 اكتوبر اللي جاي. احنا مش عارفين هل هتتاجل او تلعب في مكانها او في ميعادها وفي مكانها ولا لا. طبعا منتخبنا كان اتاهل بعد ما كسب بطوله افريقيا في شهر فبراير اللي فات. طبعا ما ينفعش يكون في خبر زي ده وما يكونش معانا الكابتن هشام التهامي رئيس اتحاد الريشه الطائره. اهلا بك يا كابتن. اهلا كابتن، اهلا، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه طيبين على مشاهدينا كلهم. كل سنه وحضرتك طيب، ونحب طبعا في البدايه نقول لحضرتك الف مبروك التاهل طبعا لبطوله العالم. منتخب مصر لما يكون مع الكبار دي اكيد حاجه تشرفنا وتسعدنا. الله يبارك فيك. وكنا عايزين نعرف راي حضرتك في المجموعه الاولى اللي احنا وقعنا فيها وفرص تاهلنا للدور الثاني. والله هو المجموعه الاولى طبعا مجموعه قويه جدا، بس طبعا كل المجاميع هتبقى قويه لان طبعا احسن دول في كل في القارات كلها بتلعب مع بعض، فهيبقى المنافسه كده كده شرسه في كل المجاميع. احنا يهمنا ان اولادنا يعملوا اللي عليهم وياخدوا الخبرات من دول اللي يمكن ما قابلناهاش عمرنا في الفرق، فدي خبره كويسه جدا لاولادنا البنات بالذات. طبعا هم فرقه بنات واحنا الحمد لله عندنا اعمار سنيه من 17 سنه لحد 30، فخبرات من الصغير للكبير هيستفاد جدا من المشاركات واللقاءات. ما شاء الله يا كابتن، يعني الاعمار السنيه متفاوته، عندك الخبره، عندك الشباب. احنا الحمد لله بنعمل دايما احلال وتجديد على طول، بندعم على طول الشباب، فتلاقي جميع المراحل السنيه موجوده في المنتخب. بنحاول ندي عشان يعني على طول، احنا نظرنا برضو على قدام الشباب. احنا دلوقتي وصلنا بقينا زي ما بنقول اسيا افريقيا، او بناخد دايما اول او ثاني بكثير في افريقيا. لا احنا يعني لينا هدف اعلى، فبنحاول نخلي الجيل الصغير ده يشارك بدري مع المستويات العاليه دي، بحيث ان احنا ما ناخدش وقت طويل في الاعداد ان هم يكونوا ان شاء الله اذا كان في اولمبياد او في بطولات عالم بعد كده ان شاء الله يبقى ان شاء الله. يا كابتن، طب كابتن البطوله هتتلعب في شهر اكتوبر القادم، احنا طبعا عارف حضرتك جائحه كورونا، هل جالك تاكيد البطوله في نفس المكان والزمان المحددان؟ هو القرعه اتعملت لحد دلوقتي الامور ماشيه في طريقها انها تقام في ميعادها وفي المكان، لكن طبعا ممكن يحصل تغيرات في اي وقت. طبعا احنا عارفين فجاه بيحصل دروب او بيحصل زياده في اعداد. احنا طبعا ما بيناش طبعا على يقين تام ان في حاجه هتتم ولا لا، بس احنا ماشيين في التدريبات بتاعتنا. اتصلنا بالاتحاد الدولي بياكد ان البطوله قائمه، فبنستعد اكنها طبعا لازم تكون قائمه ان شاء الله وعشان ما ناثرش بقى. ان شاء الله كل التوفيق لحضرتك كابتن حسين، وطبعا وبناتنا في بطوله العالم تشرفونا باذن الله وترفعوا اسم مصر علينا ان شاء الله. كابتن هشام التهامي رئيس اتحاد الريشه الطائره، ألف شكر وجودك معنا على قناة النادي الأهلي. الجمباز الحقيقة برضو هنتنقل سريعا للجمباز. الجمباز برضو في الفترة الأخيرة حقق يعني نتائج طيبة، طمعنا شوية إن إحنا ممكن نعمل حاجة إن شاء الله يعني في طوكيو، طمعنا شوية إن إحنا ناخد مراكز متقدمة. طبعا الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز قال إن المنتخب الوطني بيستعد لعدد من البطولات الدولية في ديسمبر ويناير اللي جايين، يمكن البطولات الودية دي هتكون خير الاستعداد طبعا لما هو قادم.
وخلينا اقول لحضراتكم ان هم عاملين معسكر دلوقتي في في المركز الاولمبي في المعادي لحين المشاركه في اولمبياد طوكيو. اتحاد الجمباز طبعا حقق زي ما قلت لحضراتكم نتائج كويسه جدا الفتره اللي فاتت، وانه بيضمن المشاركه في الاولمبياد بمجموعه من اللعيبه حبيبه مرزوق ومندي عصام بالاضافه الى منتخب الجمباز الايقاعي. كل التوفيق طبعا لمنتخب الجمباز وكل التوفيق لاي منتخبات مصر. اسم مصر لما بيحلق علينا الحقيقه ده امر بيسعدنا كلنا كلنا طبعا، لان الهدف الاساسي هو منتخبات مصر. طيب خلينا نروح للكره الطائره. اتحاد الكره الطائره او اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد الكره الطائره بقياده الكابتن سامح حمدي، وهو طبعا احد ابناء النادي الاهلي، طبعا حددت موعد الجمعيه العموميه الغير عاديه. طبعا كل اتحاد له الحق ان هو يحط النظام الاساسي او لائحته الاساسيه، وفي جمعيه عموميه هتكون في مطلع الشهر القادم اللي هو شهر سبتمبر هتطرح على الجمعيه العموميه الغير عاديه، بحيث انه لو تم الموافقه عليها بيتم تحويلها للجنه الاولمبيه حسب قانون الرياضه الجديد. بتعتمدها اللجنه الاولمبيه المصريه، بترسل الى وزاره الشباب والرياضه لاعتمادها ايضا ونشرها طبعا في الجريده الرسميه، وهيبقى بعديها على طول الجمعيه العموميه العاديه اللي هتجرى على اساس اللائحه الجديده، وهيتم فيها انتخاب، هيكون فيها بند طبعا انتخابات مجلس جديد. وطبعا ما ينفعش نتكلم عن هذا الحدث والاستعدادات ليه وما يكونش معانا طبعا الكابتن سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن هادي. الاول طبعا احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا على قناه النادي الاهلي، وبنتمنى لحضرتك كل التوفيق في الوقت اللي حضرتك ادرت فيه اتحاد الطايره في وقت عصيب. شكرا لك يا كابتن هادي. كابتن احنا بنسال حضرتك ايه الاستعدادات للجمعيه العموميه العاديه والجمعيه العموميه الغير عاديه؟ هل تم ارسال الدعوات للانديه؟ يعني كلمنا عن الاستعداد لهذا يعني للجمعيتين العموميه سواء العاديه او الغير العاديه. هي ليها قصر يا كابتن هاشم. الحقيقه احنا كنا قدمنا عليها في شهر 6 وكنا هنعملها جمعيه العموميه غير عاديه عشان نعمل اللائحه بتاعتنا وبعد كده نحدد الانتخابات، لكن للاسف هم اللجنه الاولمبيه قالت ان احنا لازم نعمل التصنيف بتاع الجديد عشان نعمل عليه الجمعيه العموميه الغير عاديه. تمام. بالتالي احنا الحمد لله عملنا التصنيف وبعثناه للجنه الاولمبيه، منتظرين بس هم يدونا الاوكي ان هم عملوا التصنيف اعتمدوا التصنيف عشان احدد معاد الجمعيه العموميه غير عاديه. غالبا ان شاء الله باذن الله احنا في تخطيطنا نعملها في اوائل 9 او يعني الاسبوع الاول او الثاني، علشان بعد كده ان شاء الله باذن الله بعد ما نعمل اللجنه، انت عارف زي ما انت قلت يا كابتن هيثم انها لازم تروح تعتمد من اللجنه الاولمبيه وبعدين وزاره تنشرها في الوثائق، الكلام ده كله هياخد وقت. طبيعي جدا، طبيعي انه ياخد وقت اكيد. فان شاء الله اتفضل يا كابتن. بعد كده المفروض ان احنا ان شاء الله نحدد الجمعيه العموميه العاديه علشان نعمل انتخابات بقى على اللائحه الجديده اللي احنا ان شاء الله هنعتمدها من الجمعيه العموميه العاديه. كابتن سامح انت حضرتك ماشي في اتجاهين زي ما بيقولوا بالتوازي، اتجاه طبعا اداري وطبعا احنا اتكلمنا عنه سواء جمعيه عموميه عاديه غير عاديه، وكل التوفيق لحضرتك وكل التوفيق للجمعيه العموميه. الناحيه الفنيه والمنافسات الاخبار ايه؟ الدنيا ايه؟ حضرتك شايف استكمال الدوري ازاي؟ الدوري احنا بدانا خلاص، بدانا النهارده اول يوم ليه، وبدانا بالحافز الرياضي اللي هم الشباب والشابات، لان دول يهمونا اولادنا علشان يقدروا ياخدوا نمر تزودهم في الثانويه العامه بحيث يدخلوا الكليات اللي هم عايزينها ان شاء الله يعني، ودي حاجه تهمنا. بس احنا كنا مضطرين ان احنا نخلصه قبل 31/8 علشان الوزاره بتطلب النتائج قبل 31/8 عشان تقدمها لوزاره التربيه بتاعتها. صحيح صحيح. يعني يا كابتن احنا طبعا بنشكر حضرتك، اكيد دول اولادك وانت بتفكر طبعا على التميز الرياضي والدرجات اللي بتضاف طبعا، وده توجه للدوله الحقيقه وده توجه جيد جدا. طب بالنسبه للفريق الاول يا كابتن، يعني حضرتك شايف المنافسات ازاي وفي ظل الاجراءات الاحترازيه اللي بتطالب بيها الوزاره؟ والله انا بعذرهم لان يعني قعدوا مده طويله ما فيش تدريبات، بس احنا الحمد لله اديناهم فتره كافيه يعني، اديناهم هنبدا الدوري بتاعنا يوم 21 تقريبا الشهر ده، فاخدوا فتره اعداد كافيه يعني الحمد لله، وهنبدا يوم 21 وان شاء الله بنخلص يعني اخر شهر 9 باذن الله بنكون مخلصين كل البطولات بتاعتنا، علشان انت عارف احنا بعد كده كابتن هيثم عندي اربع بطولات شباب وشابات وناشئين وناشئات، بطوله افريقيا مؤهله لبطوله العالم، فلازم ابدا اعد للمنتخبات باذن الله من اول شهر 10
ان شاء البطولات كلها في اواخر 11 و12 ان شاء الله. ان شاء الله كابتن سامح حمدي طبعا رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد كره اليد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وكل التوفيق لكره الطائره وكل التوفيق لاسره الكره الطائره سواء محليا او عالميا. اطلع فاصل مع حضراتكم سريع عشان ارجع استقبل ضيفي طبعا نجم الاسكواش، نجم مصر، المدير الفني يعني يمكن الابرز في تاريخ الاسكواش، الكابتن امير وجيه.